بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض، نكمل قصتنا Great Expectation، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ في Chapter 4. أوكي، طبعا هندي خلفية كده عن Chapter 4. أوكي، قلنا طبعا One afternoon بيب stopped on his way home. بيب طبعا وقف، طبعا كان راجع البيت، اوكي، من المدرسة، عشان طبعا ايه، علشان يلتحق بمين؟ بجو. يبقى هو كان راجع الى المنزل، فوقف علشان ايه، علشان يقابل ايه، يقابل جو. جو was sitting with a mistress man. فلا جو ايه، قاعد مع مين بقى؟ قاعد مع انسان كده غريب، مستروس، انسان غامض غريب يعني. فين بقى؟ في البار. يبقى لا، قاعد مع انسان غريب. فين بقى؟ في البار. طيب اوكي، the man bought a drink. هذا الرجل اشترى ايه؟ اوكي، درينك، مشروب لمين؟ لجو، ومشروب لنفسه. يبقى طبعا هم قاعدين في البار، فايه، فجاب ايه، طبعا جاب مشروب لنفسه وجاب مشروب لمين؟ لجو. طيب، and give Bib with the baby a coin wrapped in paper. with the Bib coin، عملة يعني، صح كده؟ ملفوفة في ورقة. ملفوفة ايه؟ في ورقة. يبقى ايه، هذا الرجل قلنا عمل ايه بقى؟ اشترى لنفسه اوكي مشروب، واشترى ايه؟ لجو برضه مشروب، صح كده؟ وكمان وقلنا اوكي ادى بيب كوين ملفوفة ايه؟ ملفوفة في ورقة. نقول تاني، يبقى هذا الرجل اشترى لنفسه مشروب، واشترى ايه ليه؟ طبعا جو برضو مشروب، وادى بيب كوين ملفوفة ايه؟ في ورق. تمام اوكي. بيب سو استرينجر ايه؟ طبعا بيب سو ذا استرينجر، شاف هذا الرجل، او لاحظ ان هذا الرجل استرينجر دوت. استيرد ذا هيز درينك، بيقلب المشروب بتاعه. لاحظ حاجة غريبة جدا، ان هذا الرجل بيقلب المشروب بتاعه with one of the tools، بإحدى المعدات، الأدوات اللي بيبقى حضرها لمين؟ للمجرم في الجرافيار. فاكرين يا ولاد أوكي إن إيه، بيب أحضر للراجل الموجود في المقابر اللي هو الكريمنال، أحضر له حاجتين، قلنا tools و some food. تمام، فهنا بقى بيب لاحظ ان هذا الرجل الموجود في البار دوت بيقلب المشروب بتاعه بايه؟ باحد هذه الادوات. اوكي، احد هذه الادوات، او احدى هذه الادوات اللي احضرها لمين؟ للمجرم في المقابر. اوكي، بيب ووز ريمايندد، فهو ايه، افتكر ايه بقى؟ هيز كرايم، الجريمه اللي ايه، اللي ارتكبها. هي فيلد جيلتي، افتكر الجريمة اللي ارتكبها وحس بالذنب. اوكي، بيب نوت ذات ذا بيبر راب اراوند ذا كوين ووز ريلي 1 باوند. فبيب ايه كمان، لما فك الورقة اللي ملفوفة حول العملة، لها ايه؟ لها 1 باوند، جنيه. فالوقت ده الجنيه كان مبلغ كبير جدا. اوكي، يبقى ايه، الورقة اللي كانت ملفوفة حول العملة كانت عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 باوند نوت، عبارة عن ايه؟ جنيه. اوكي، طيب قلنا ايه؟ قلنا he was shocked، طبعا انصدم. اوكي، that the stranger given him so much money، يعني ايه، جنيه بالنسبة لبيب بيه مبلغ كبير. so much money، يبقى هو استغرب ليه؟ لان إيه، ازاي إيه الراجل ده يديني جنيه؟ اوكي، مبلغ كبير بالنسبة لبيب. بيب next returned to Miss Havisham on her birthday. طبعا بعد كده بيب راح لميس هافشم في عيد ميلادها. He was taken to a room full of guests. طبعا دخل حجرة مليانة ضيوف. He noticed that the clock on the wall had also stopped at 20 minutes to 9. لاحظ ان الساعة اللي على الحيط واقفة على الساعة كام؟ 9 الا تلت. 9 الا 20 دقيقة. خلي بالكم معايا، نفس الوقت اللي الساعة بتاعتها واقفة عليها. يبقى بيب لما قابل مس هافشم لأول مرة، بص في ساعتها كانت واقفة على الساعة كام؟ الساعة
تسعة إلا تلت، يعني 29 دقيقة. والنهاردة بيبص على الساعة التي على الحائط وجدها برضو واقفة على الساعة كام؟ 29 دقيقة. معنى كده إيه؟ إن هذا التوقيت يرتبط أوكي بمين؟ في حاجة مهمة جدا حصلت في هذا التوقيت بالنسبة لمين بقى؟ بالنسبة لمس هافشم. عشان كده هي متذكرة هذا التاريخ الساعة 9 إلا تلت. أكيد في حاجة مهمة حصلت لمس هافشم. إيه هي؟ هنعرفها إيه؟ هنعرفها في الفصول القادمة. When the guest left، لما الضيوف انصرفوا، مس هافشم watched Bib play cards with Stella. طيب لقت إيه بقى؟ بيب بيلعب إيه كوتشينة مع مين؟ مع ستيلا. طيب Stella was very mean to Bib and she slapped his face for no reason. بيتعامل وحش جدا البنت ديت، بتعامل بيب معاملة وحشة جدا، فدايما بتضربه على وشه بدون اي سبب، for no reason، دايما هي بتعامله تضربه على his face with no reason. اوكي ستيلا led بيب to the courtyard and run away. طبعا استعبته للكورتيارد وطبعا ران اواي. بيب walked around the garden. بيب كده ماشي في الجاردن بتاعت ايه؟ الجنينه. الجنينه بتاعت ايه؟ المنزل. He was attacked by young boy. بس كده لا، في ولد كده صغير جاي يضربه، جاي يهاجم، يهجم عليه. يبقى بيب كده بص لا ايه؟ لا ولد صغير جاي يضربه. بيب knocked him to the ground and ran away. فبيب واد شاطر، ضربه اوكي وقع على الارض وجري. بيب found Stella and didn't tell her about the fight. طبعا لما شاف Stella ما رضاش يقول لها ايه، على ايه؟ على الخناقه اللي قامت بينه وبين الولد الصغير. اوكي when Bib next visited to Miss Havisham he saw that he would be in trouble for the fighting the boy. لما راح لبيت مس هافشم طبعا اعتقد ان هي هتضايقه، هتعاقبه. ليه؟ لان هو ضرب الواد، عشان كده هو كان خايف. اوكي بيب يوز تو بوش مس هافشم دي اراوند ان ويل تشير. طبعا دايما مس هافشم كانت قاعده على كرسي متحرك، فهو طبعا كان دايما بيزقها بينقلها من مكان لمكان. مس هافشم ووز اولويز دريس ان ويدنج دريس. كان دايما تلبس ايه بقى؟ فستان ابيض زي ايه بقى؟ فستان الزفاف بتاعها. اوكي طيب قلنا بيب اوكي اند مس هافشم اوفن توك اباوت بيبس فيوتشر. دايما في حوار بيحصل بين بيب وبين مين؟ ومس هافشم. دايما بيتكلموا عن مين؟ عن حاجه واحده بس. كل ما الحوار يتفتح مع بعض يتكلموا عن ايه؟ عن بيبز فيوتشر، عن مستقبل بيب، عن مستقبل ايه؟ مستقبل بيب. طب بيب هوب كان عنده امل ايه بقى؟ بيب كان يامل في ايه؟ كان عنده امل ان مس هافشم would give him some money، تديله بعض النقود. كان عنده امل ان هي ايه؟ تديله ايه؟ تديله بعض ايه؟ بعض الماني، بعض النقود. اوكي بيب اوكي heard Stella complaining. سمع Stella ايه طبعا بتشتكي about having to play with him، having playing with him. يبقى سمع Stella بتشتكي ايه؟ بتشتكي لمين بقى؟ لريسبشن. بيب was so busy، كان طبعا ايه؟ busy مشغول. اوكي dreaming of money، يحلم بالمال. and he often he didn't pay attention to things he heard. يبقى هو دايما كان ايه؟ كان مشغول، دايما بيحلم. بيحلم بايه؟ بيحلم بالموني، وما كانش بقى ايه؟ pay attention، يلقي اهتمام لاي حاجه طبعا بيسمعها. كان كل همه، كل امله الموني. was told to bring Joe to on his next visit. طبعا مش هافشم قالت لبيب المره الجايه لما تيجي هات معاك مين بقى؟ هات معاك جو. يا ترى ليه؟ هنشوف دلوقتي. بيب was embarrassed to bring Joe to Miss Havisham because he was so bored. طب يعني الكلام ده؟ قلنا بالنسبة لبيب كان ايه؟ كان محرج، حاسس بالإحراج. ليه؟ لأن بقى ايه؟ إن جو كان فقير جدا جدا، فهو كان محرج من مين؟ من جو. ازاي اجيب جو يقابل مس هافشم؟ فكان هو حاسس بالاحراج. ليه؟ لان طبعا جو كان ايه؟ كان سبور، كان فقير جدا،
عشان كده طبعا ايه جو ايه عشان كده بيب كان طبعا متضايق وكان حاسس بالإحراج. جو was nervous that he could hardly speak. طبعا لما جه جو يزور ميس هافشم كان حاسس بانه متعصب متضايق مش قادر يتكلم من كتر ايه طبعا اوكي عصبيته مش عارف يتكلم معاها. اوكي ليه؟ لانه طبعا ميس هافشم طبعا اولس وومن سيده ثريه جدا غنيه جدا، ولكن جو فيري بور انسان فقير فقير جدا. اوكي طيب بعد كده ميس هافشم جيب جو فايه قالت له تعالى انا جايبك هنا ليه بقى؟ عشان ادي لك حاجه حلوه جدا. ادي لك ايه 25 باوندز. اديت له ايه؟ اديت له 25 باوندز 25 باوند 25 جنيه. الله 25 جنيه يعني ايه؟ في الوقت ده كان ده مبلغ كبير جدا جدا. وقالت له ايه؟ هي كود باي فور بيب تو بيكم بلاك سميث. خلي بيب يبدا مشروعه عشان يبدا ايه بلاك سميث. مش انت مش بيب دايما بيامل يكون بلاك سميث؟ خد المبلغ ده 25 جنيه وابدا المشروع بتاع ايه بتاع بيب. ايه هو المشروع؟ يكون بلاك سميث حداد. اوكي طيب جو ديسايدد ذات زي شود سيلبريت زير لوك. فطبعا جو فرحان فقبل ما روحوا قال لي لبيبي بقى لازم نحتفل بهذه المناسبه السعيده لازم نحتفل. اوكي بيب اند جو وينت تو ان ان عشان كده دخلوا بار هما الاثنين. بات بيب ووز ساد لكن بيب كان حزين كان متضايق. يا ترى ليه؟ ليه بيب كان متضايق؟ بيب didn't want to be بلاك سميث. هو مش عايز يكون بلاك سميث. الواد ده عنده طموح اعلى من كده، طموحه عالي جدا جدا. هو مش عايز يكون بلاك سميث، مش عايز يكون بلاك سميث. الله طيب ليه؟ امال هو عايز يكون ايه؟ he wanted to be a wealthy gentleman. عايز يكون ايه؟ رجل اوكي غني جدا wealthy gentleman. so Stella would stop looking down on him. عشان ستيلا ايه بقى؟ عشان ستيلا اوكي يبقى هنا عايز يكون رجل غني جدا صح كده؟ a wealthy gentleman. هو عايز يكون ايه؟ a wealthy gentleman. طيب ايه السبب؟ في عندي سببين. اول سبب ستيلا would stop عشان تتوقف عن ايه بقى؟ looking down on him. ان هي تبص له نظره باحتقار تبطل تحتقره. السبب الثاني يمكن she like him يمكن تحبه يمكن ايه يمكن تحبه عشان كده هو عايز يكون ايه ويل سي ويل سي جنتلمان. دي طبعا اوكي بعض الايه النقاط على شابتر 4. دلوقتي بقى ندخل في الاسئله وركز معايا كده. الاسئله اول سؤال عندنا why did Bib stop at اوكي ذا بابليك هاوس. ليه بيب وقف على البابليك هاوس؟ علشان ايه؟ كوليكت جو عشان طبعا يجيب معاه جو. يبقى تو كوليكت جو اجين تو كوليكت جو تاني تو كوليكت جو. نمبر 2 هو واز جو سيتنج ويز. يا ترى جو كان قاعد مع مين؟ ايوه انا سمع واحد بيجاوب اهوت تمام. هي واز سيتنج ويز ميسترس ميسترس اوكي ميسترس مان ات ذا بار. يبقى هي واز سيتنج ويز ميسترس مان ات ذا بار يعني انسان او رجل غريب في البار. ميسترس اوكي جنب ميستري مان ات ذا بار ميسترس مان ات ذا بار. يبقى انسان غريب في البار. يبقى جو كان قاعد مع مين؟ مع انسان غريب في البار. اوكي ماشي او انسان غامض في البار. نمبر 3 what did the mistress man do. الراجل ده عمل ايه؟ قلنا اول حاجه he bought a drink for Joe and himself. طبعا احضر مشروب طلب مشروب لنفسه وطلب مشروب لمين؟ لجو. وتاني وجيب بيب a coin wrapped in paper with the bib عملة اوكي ملفوفة في ورق. يبقى عمل ايه؟ عمل حاجتين. اول حاجة قلنا he bought اشترى a drink for Joe and for himself. اشترى مشروب لجو ومشروب لنفسه.
الحاجة التانية اوكي هي جيف اوكي بيب اعطى بيب اعطى ايه؟ اعطى كوين عملة رابت ان بيبر ملفوفة في ورق تاني يبقى هي جيف اوكي يبقى هي جيف بيب ا كوين ايه رابت ان بيبر اوكي نمبر 4 هي نوتس وات ديد بيب نوتس اباوت ذا سترينجر يا ترى ايه الحاجة اللي لاحظها الخاصة بالسترينجر He noticed that the stranger stirred the drink with one of the tools he had stolen for the criminal in the graveyard. لاحظي بقى ان هذا الشخص الغريب بيقلب المشروب بتاعه باحدى الادوات اللي حضرها للراجل المجرم الموجود اللي كان وسط المقابر. يبقى وجد ان هذا الشخص بيقلب المشروب بتاعه باحدى الادوات اللي حضرها للمجرم في المقابر. اوكي نقولها تاني يبقى هي نفس ذات ذا سترينجر طبعا stirred ذا درينك او stirred his drink stirred his drink يعني ايه stirred his drink يعني ايه بيقلب المشروب بتاعه يبقى ذا كريمن ذا ايه ذا سترينجر ذا سترينجر اوكي stirred his drink ذا سترينجر stirred his drink with one of the tools with one of the tools he had stolen one of the tools he had stolen okay for the criminal in the graveyard for the criminal in the graveyard number five what was Bib reminded of يا ترى Bib لما شاف هذا المنظر افتكر ايه he was reminded of his crime and he felt guilty افتكر his crime جريمته اللي عملها وحس انه guilty and felt he felt guilty تاني يبقى he was reminded of his crime he was reminded of his crime تاني he was reminded of his crime again he was reminded of his crime and a and he felt guilty and he felt guilty تاني يبقى he was reminded of his crime he was reminded of his crime and he felt guilty and he felt guilty okay number six what did Bib notes when he arrived home لما بيب وصل البيت لاحظ ايه لما روح البيت لاحظ حاجة ايوه لاحظ ايه he notes that the paper wrapped around the coin was really one pound note يبقى he notes that the paper الورقة okay the paper wrapped around the coin was really a one pound note one pound note one pound note يبقى لاحظ ان الورقة الملفوفة على العملة فعلا جنيه كامل احنا قلنا الجنيه ده في الوقت دوت كان مبلغ كبير بالنسبة بالنسبة لبيب يبقى نقولها تاني he noticed that The paper wrapped around the coin. The paper wrapped around the coin. تاني. The paper wrapped around the coin was really a one pound note. Was really a one pound note. Okay. Number seven. Why was Bib shocked? The Bib can مصدوم because the stranger had given him so much money. ده مبلغ كبير بالنسبة لي لباب The stranger had given him too much money because the stranger had given him too much money again because the stranger had given him too much money تاني because the stranger had given him too much money okay اديله فلوس كتير اللي هو الجنيه ده بالنسبة لباب طبعا مبلغ كبير Number 8 What happened when the guest left لما الضيوف مشيوا حصل ايه الضيوف اللي كانوا موجودين في منزل مس هافشم لما مشيوا حصل ايه مس هافشم واتشت بيب بلايد كارد وذ ستيلا لاحظت ايه بقى ان بيب بيلعب كارد مع مين مع ستيلا يبقى مس هافشم نوت ذات لاحظت ايه بقى ان بيب قلنا بلايد كارد وذ ستيلا ان بيب بيلعب كوتشينا مع مين مع ستيلا طيب Number 9. What did Stella do to Bib? يا ترى ايه Stella did؟ بتعمل ايه لبيب؟
she slapped his face for no reason. She slapped دايما بتضربه على وشه بتصفعه على وجهه. She slapped his face for no reason. Again. She slapped his face for no reason. Again. She slapped. Okay. She slapped his face for no reason. Again. She slapped her face for no reason. Number 10. What did Stella do with Bib after finishing playing cards? بعد ما خلص لعب الكوتشينة. She left him to the courtyard and then ran away. سابته في الكورتيارد وجريت. She left him. سابته. She left him to the courtyard and then ran away. تاني. She left him to the courtyard and then ran away. And then ran away. Okay. Number 11. What happened to Bib at the courtyard? لما كان في الكورتيارد حصل ايه لبيب؟ He was attacked by a young boy. في ولد ايه هجمه؟ ولد كان عايز يضربه. He was attacked by a young boy. جه ولد صغير كده وحب يضربه. اوكي؟ يبقى لما كان في الكورتيارد حصل ايه؟ He was attacked by a young boy. Again. He was attacked by a young boy. He was attacked by a young boy. Okay. Number 12. What did Bib do with the young boy? عمل ايه مع الواد دوت؟ He knocked him to the ground and he ran away. تاني. He knocked him to the ground and he ran away. Again. He knocked him to the ground and ran away. يعني ضرب على الارض وقع على الارض وجري. يبقى بيب عمل ايه بقى؟ knocked him on the ground. إيه اوكي وقع على الارض. He knocked him on the ground. Again. He knocked him on the ground and ran away. تاني. He knocked him on the ground and ran away. Again. He knocked him on the ground and ran away. Okay. Number 13. What did Bib think when he next visited Miss Havisham? لما زار Miss Havisham المرة التانية حصل ايه؟ He thought that he would be in trouble. افتكر ان هو هيكون في مشكلة. هل زعق له؟ يبقى he thought that he would be in trouble for fighting the boy. تاني. يبقى he thought that he would be in trouble for fighting the boy. مرة تانية. He thought that he would be in trouble for fighting the boy. Again. He thought that he would be in trouble for fighting the boy. Again. He thought that he would be okay, in trouble for fighting the boy. Okay. Number 14. What did Bib use to do? He used to push Miss Havisham around. Can you remember? Pushed Miss Havisham around in a wheelchair. Again, yeah, he used to push. He used to push. Okay, Miss Havisham around in a wheelchair. مرة تانية. He used to push Miss Havisham around in a wheelchair. قولها تاني مع بعض. يلا كده قول مع بعض. He used to push Miss Havisham, okay, around in a wheelchair. مرة تانية. He used to push Miss Havisham around in a wheelchair. Okay. Number 15. What did Bib hope Miss Havisham would do? هو كان عنده أمل إن Miss Havisham بتعمل إيه؟ He hoped that she would give him some money. يبقى كان عنده أمل. She would give him some money. يبقى Miss Havisham would give him some money. كان عنده أمل. إيه بقى؟ She would give him. تديله إيه؟ Some money. She would give him some money. نقولها تاني. يبقى he hoped كان يأمل she would give him some money. She would give him some money. هي تديله بعض النقود. What was Bib busy doing? يا ترى Bib كان
مشغول بيعمل ايه؟ he was busy dreaming of a money. كان دايما بيحلم بالموني، دايما يحلم بالموني. اوكي he didn't care about things he had he heard. he didn't pay attention، وما كانش دايما اوكي يهتم ب things he heard او he heard، ما كانش دايما بيهتم بالاشياء اللي بيسمعها. يبقى هو كان دايما بيزي، بيزي ويزي بقى، دايما مشغول بايه، دايما باله مشغول بايه، بحاجه واحده. he was busy dreaming of money، بس كده dreaming of money، كان بيحلم بالمال فقط. يبقى dreaming of money، هو دايما كان بيحلم بالمال. يبقى he was busy dreaming of money، تاني he was busy dreaming of money، تاني he was busy dreaming of money. وكمان that he didn't pay attention لا يولي اهتمام ل things he heard، للأشياء اللي كان بيسمعها. أهم حاجة عنده الموني. Number okay 17. What was Bib told to bring؟ يا ترى بيب اوكي إيه طبعا مس هاشم قالت له هات مين معاك. He was told to bring Joe with him on the next visit، قال له في الزيارة الجاية هات معك جو. تاني يبقى he was told، he was told to bring Joe on his next visit. يبقى to bring Joe on his next visit، تاني to bring Joe on his next visit، تاني to bring Joe on his next visit. Okay number 18. Why was Bib embarrassed to bring Joe to Miss Havisham؟ ليه بيب كان اوكي طبعا محرج انه يجيب جو لمي مس هافشم؟ ليه يا ترى؟ في سبب. ايوه في سبب. ايه بقى؟ بيكوز هي واز سو بور، لان ايه؟ لان جو ده كان فقير جدا. بيكوز هي واز سو بور، بيكوز هي واز سو بور. اوكي نمبر 19. وات ديد جو ديسايد تو دو وين هي ريتيرند هوم ويز بيب؟ لما رجع البيت بقى واخذ ال 25 جنيه. They decided that they should celebrate their luck. They should celebrate their luck. تاني. They should celebrate their luck. تاني. They should celebrate their luck. تاني. They should celebrate their luck. Okay. Number 20. Why was Bib sad? Bib كان حزين. ليه؟ He didn't want to be blacksmith. مش عايز يكون بلاك سميث. هو كان حزين، والراجل ده الواد ده طموحه اعلى من كده. he didn't want to be بلاك سميث، هو مش عايز يكون ايه، يكون حداد. يعني ايه؟ دي مش طموحاته، ده مش امله. he didn't want to be بلاك سميث. يبقى بيب كان ساد، كان حزين، كان متضايق. ليه؟ because he didn't want to be بلاك سميث، مش عايز يكون هو ايه، مجرد حداد. مش عايز يكون ايه بقى؟ اهو صوره رقم 121. What did Bib want to be؟ هو عايز يكون ايه؟ He wanted to be بقى a wealthy gentleman. A wealthy gentleman. رجل غني. طيب يا ترى ليه؟ لو اقول لك why، احنا قلنا عشان سببين، عشان ايه؟ Stella didn't look down at him، يعني لا تحتقره. حاجة تانية she may okay like him، ممكن تحبه. اوكي؟ كل ده عشان خاطر مين؟ عشان خاطر Stella. تمام. نشوف مع بعض بعض الكوتيشنز. اول كوتيشن هنا ايه يا شباب؟ am I pretty am I insulting. اوكي طبعا السلة لمين بقى؟ لبيب. لما ايه؟ لما بيب find السلة in the courtyard. يبقى ايه ايه الجملة دي؟ طبعا السلة لمين بقى؟ لبيب، لما كانوا ايه في ال courtyard. you can break his heart، انت كده ممكن تكسر قلبه، ممكن ايه تضايقيه، يعني تخليه يتضايق او تكسر قلبه. طبعا قلتها مس هافشم لمين بقى؟ لستيلا. بيتكلموا عن مين بقى؟ بيتكلموا طبعا ايه عن ايه؟ عن بيب، لان طبعا إيه هذه ستيلا ديت قلنا دايما انسلتنج بيب، دايما كانت تشتم او تحتقر مين؟ إيه بيب، دايما كانت تشتمه وبتحتقره. طيب عندنا هنا ايه يا شباب؟ النوع الثالث من الاسئله اللي هو كومبليت. وهنا كومبليت نفس الاسئله بتاعه ايه؟ بتاعه ايه اللي احنا اخذناها، بس جايه هات ايه اكمل. هنقول كده سريع مع بعض كده.
Number one, Bib stopped on his way home from school to collect Joe. Number two, Joe was sitting with Canada Amin, طبعا a mistress man at the bar. Number three, okay, what the man bought a drink for Joe and himself and gave Bib with the Bibiba, اداله ايه بقى؟ اداله ايه؟ قلنا a coin wrapped in paper. A coin wrapped in paper. يعني ايه؟ يعني عملة ملفوفة ايه في ورقة. Bib saw the stranger stir his drink with one of the tools Bib had stolen for the criminal. Had stolen for the criminal. Number five. Bib was reminded of his crime and felt guilty. حس بالذنب. حس ان هو مذنب. حس ايه؟ حس بالذنب. Number six. Bib noticed that the paper wrapped around the coin was really a one-pound note. A one-pound note. يعني ايه؟ جنيه. اخر سؤال عندنا النهارده. Bib next returning to Miss Havisham on her birthday. في عيد ميلادها. On her birthday. يبقى رجع ليها امتى؟ On her birthday. في يوم عيد ميلادها. وكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. اوكي، نهاية شابتر 4. اوكي، لو اي سؤال او اي استفسار طبعا سيبولي في الكومنتس تحت الفيديو. اوكي، وافكرك الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.